طفرة غير مسبوقة تشهدها العلاقات المصرية الهندية على كافة الأصعدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد. العلاقات القوية الراسخة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ بين القاهرة ونيودلهي تتعزز يوما بعد يوم من خلال الزيارات المتبادلة على جميع المستويات. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تميز العلاقات التاريخية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الهندي في قصر الاتحادية، وهي زيارة الدولة الأولى من نوعها لرئيس الوزراء الهندي، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوقيع على إعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية. هذا ووجه رئيس الوزراء الهندي دعوة إلى الرئيس السيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في نيودلهي. وأعرب رئيس السيسي عن ثقة مصر في رئاسة هندية نشطة للمجموعة، مؤكدا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية للمجموعة. وقلد الرئيس السيسي رئيس الوزراء الهندي قلادة النيل التي تمثل أرفع الأوسمة المصرية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في عقاب زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. شراكة استراتيجية بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم، شراكة استراتيجية يتطلع الجانبان لإعطائها مزيد من الزخم، ويقوم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتوقيع على اتفاقية بشأنها الآن. وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة لشخص رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتفضل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنحه قلادة النيل